اليوم انا ما ادري سالفتي، مشتهيه الحلا. صح انه قديم بس انه لذيذ وسهل. حتى انتم يبديكم تسوونه قبل المغرب، يعني تحلون عليه على قهوه المغرب. اي كيك جاهز عندكم نكهه الشوكليت خذوا منه. انا باخذ نص المقدار لان صينيتي صغيره، باخذ نص المقدار وبداخل الفرن، بعد كذا نجهز الطبقات الثانيه.